نبدأ مثل العادة بالبطاقة التعريفية تبعنا. برنامجنا هو برنامج الاقتصاد ورمزه BSCE، الفصل F18، اسم المقرر المحاسب المالية في الشركات ورمزه FA، شعبتنا أو صفنا الأول، اسم المنسق وكذلك المدرس. أنا معكم دكتورة سمر حبيب. رقم الجلسة أو المحاضرة 11. موضوع الجلسة لليوم راح نحكي عن تعديل لرأس المال في شركات الأموال، وتاريخ الجلسة 22/6/2019. آخر وصلنا له المحاضرة الماضية هو كان إصدار أسهم عينية. نحن شفنا المرات الماضية بتكوين شركات الأموال كيف بيتم التعامل مع سداد قيمة السهم أو الأسهم المكتتب عليها بكل أشكالها، ولكن كل اللي شفناه إن كان دفعة واحدة أو على أقساط، إن كان في دفعات مسبقة أو غيره، كلها كانت أسهم نقدية. لما مدينا وصنفنا بالنسبة لأنواع الأسهم في شركات الأموال، إن في نوع ثاني اسمه الأسهم العينية. الأسهم العينية اللي هي عبارة عن راح تكون إلى كمان شكلين، إما بتقديم موجودات مختلفة، لاحظوا موجودات يعني فقط طرف الموجودات، أو النوع الثاني من إصدار الأسهم العينية بيتم من خلال تقديم موجودات ومطالب. إذا هون راح نشوف شركة كاملة، ممكن تكون شركة أشخاص، ولكن راح يدخلوا فيها بكل تفاصيلها بموجوداتها بمطالبها ليصيروا مساهمين بشركة مساهمة. إذا هذول النوعين يلي ممكن يتم الاكتتاب فيهم بموجب أسهم عينية. حتى أفهم هذا الكلام رح أخذ الأمثلة التالية. طبعا أولا رح نبدأ مع تقديم موجودات مختلفة. عندي تأسست في 1/4/2006 شركة سياحية مساهمة برأس مال قدره 10 مليون موزع إلى 5000 سهم. إذا 10 مليون 5000 سهم مباشرة بحسب القيمة الإسمية للسهم الواحد، واللي هي راح تطلع معنا 200 ليرة، ناتج قسمة 10 مليون على 50000. هون مهم نعرف كيف توزعوا هال 50000. منها 15000 سهم أعطيت للمؤسسين، صرنا نعرف مين هن، مقابل الموجودات العينية التالية. يعني هدول المؤسسين لهم 15000 سهم، ولكن ما رح يدفعوا نقدا، رح يدخلوا من خلال موجودات عينية، واللي هي أراضي بمقدار 1,200,000 ومباني بمقدار 1,800,000، وطرح باقي الأسهم للاكتتاب. باقي الأسهم يعني 35000 سهم البقيانين رح يعطوهم لجماعة المكتتبين واللي هم سميناهم مساهمين، والتسديد دفعة واحدة. بهالحالة كيف بتم تسجيل قيود اليومية؟ رح نشوف انه الاختلاف ما نو كبير، وانما رح يكون عندي قيد يعني يسبق قيد التعهد يلي نحن تعودنا نحطه بكل مرة. فبالتالي رح نروح نشوف القيد اللي بيسبق اللي تعودنا عليه هو هذا. هون رح يتم التوضيح من خلال هذا القيد اللي هو إصدار الأسهم، بأنه صار عندي نوعين من أنواع الأسهم، وبالتالي القيد بيكون من المذكورين إلى حساب رأس المال. طيب مين هن المذكورين؟ بدل ما حط مؤسسين ومساهمين مبدئيا حتى أوضح، فبالتالي يتم استخدام حسابات وسيطة تسمى حساب الأسهم العينية، حساب الأسهم النقدية. هون لحتى ميز أنه في نوعين من أنواع الأشخاص اللي هم دخلوا كمساهمين في الشركة. طيب الأسهم العينية نحن بناخذ هاي القيم بالشكل التالي. نحن قسمناهم 15000 سهم للمؤسسين و 35000 سهم للمكتسبين، وبالتالي أيضا القيمة الإسمية اللي حسبناها
هي 200 ليرة، فشو بعمل أنا؟ من المذكورين حساب الأسهم العينية لطلع هدول الأرقام، هن عبارة عن 15,000 سهم بقيمة السهم الإسمية 200 ليرة بيطلعوا 3 مليون. أما الأسهم النقدية فهي 35,000 سهم أيضا ب 200 ليرة قيمة إسمية بيطلعوا 7 مليون، إجمالي رأس المال 10 مليون إلى حساب رأس المال. طبعا هون واضح أنه إصدار 50,000 سهم بقيمة إسمية 200 ليرة، منها 15,000 سهم عيني. هدول سميتهم حسابات وسيطة. الهدف منها أنه القارئ لهذا القيد بيعرف أنه هالشركة اللي هي مساهمة عندها نوعين من الأسهم. في تاريخه، تاريخ 1/4 نفسه، الآن يتم تحويل، أو هون بلشنا نعمل التعهد تبع الاكتتاب. 15,000 سهم لقيمتهم 3 مليون هن لصالح المؤسسين، فمنقول من حساب المؤسسين إلى حساب الأسهم العينية. تمام، هذا أقفل، لاحظوا هذا حساب بسيط أقفل، ولكن صار واضح تماما أنه في عندي أسهم عينية بقيمة 3 مليون هي لصالح المؤسسين. هلأ اللي تعودنا عليه أنه يقوموا بعملية السداد النقدي، هون قدمولي موجودات عينية، فبالتالي بدل ما أقول من حساب المصرف اللي نحن متعودين عليه، منقول من حساب من المذكورين. كيف قدمولي؟ حساب أراضي، حساب مباني 1,200,000، 1,800,000 إلى حساب المؤسسين 3 مليون. طبعا شرح القيد بيوضح لي ليش هيك كتبنا، هو عبارة عن استلام الموجودات المقدمة من المؤسسين مقابل الأسهم العينية. بنفس الأسلوب تماما بستغني، أو يعني بوضح أنه أنا أقفل أيضا هذا الحساب الوسيط الثاني، فمنقول من حساب المساهمين إلى حساب الأسهم النقدية بقيمة 7 مليون اللي هن ال 35,000 سهم اللي طرحوا على الاكتتاب العام، ومن ثم تم قبض هذا المبلغ من حساب المصرف إلى حساب المساهمين، واللي هو عملية قبض المبالغ المطلوبة من المساهمين. هذا السلايد كان فيه خطأ سابقا، صلحته بحيث أنه يصير واضح شو اللي صار معنا من خلال عمليات تقديم الأسهم العينية. هذا أول طريقة، واللي هي مثل ما قلنا تقديم موجودات فقط. الآن الطريقة الثانية اللي ممكن يدخلوا فيها الأشخاص هدول كمساهمين في شركة مساهمة، عن طريق تقديم موجودات ومطالب منشأة فردية، واللي ممكن ببساطة تكون شركة أشخاص. أيضا هون رح يكون في عندي مقارنة وانتباه. دائما نحن هدول المواضيع بننتبه، قيمة الأسهم العينية المصدرة يعني اللي بدهم يدخلوا فيها اللي حددنا لهم إياها، قد تكون تزيد أكبر يعني من قيمة صافي الموجودات المقدمة. هذا إذا بتتذكروا حكينا بشركات الأشخاص تماما نفسه، ولكن الآن عم بسقطه أو عم بربطه بدخول أشخاص عن طريق شركة كاملة. بهالحالة عندما تكون قيمة الأسهم أكبر من صافي الموجودات، بمعنى ضمني صافي الموجودات أقل، هون رح يكون في عندي الفرق شهرة محل، إذا تذكرتوها حكينا عنه. بنفس الأسلوب تماما، ولكن الآن المقارنة بين قيمة الأسهم المصدرة أقل يعني أصغر من صافي الموجودات، يعني صافي الموجودات أكبر، وبالتالي يعد الفرق على أنه احتياطي تقويم الأصول أو احتياطي رأس مالي. رح شوف مثال على هذا الكلام. شوفوا هون بلشت أو صار عندي تداخل بين اللي عرفناه بشركات الأشخاص وبين شركات المساهمة. عندي شركة اتأسست ب 15/3، وهالشركة هي شركة مساهمة، رأس مالها 25 مليون مقسم إلى 50,000 سهم، فورا بطلع القيمة الإسمية واللي هي 500 ليرة. في عندي منها
40 سهم نقدي، هذا ما عندنا مشكلة فيه، طرحت على الاكتتاب العام وسددت القيمة دفعة واحدة، هدول للمساهمين العاديين. أما الباقي يعني باقي يعني 10,000 سهم فهي أعطيت كأسهم عينية للمؤسسين مقابل شو؟ هذا اللي بدي ركز عليه. أنا هون بيجيني سؤال بحط خط تحت هدول، مقابل شراء صافي موجودات شركتهم التضامنية وكانت بتاريخ الشراء كما يلي. هون بدنا نركز انه احيانا يتم اعادة التقدير وبيعطوني معطيات مثل اللي تعلمناه. تمام، المباني 1,500,000، 375,000 اساس، 750,000 بضاعة، اوراق قبض طبعا هذول ركزت عليهم لانه فيهم اعادة تقدير، مدينون 450,000 والمصرف 1,200,000. رأس المال لهؤلاء الشركاء اللي هن مؤسسين دخلوا الآن سعيد ومسعود برأس مال 4,500,000، دائنون أو دائنين 250,000، أجور مستحقة 50، ومؤونة ديون مشكوك فيها 25. لكن هن لما نعطوهم يدخلوا بهالميزانية هاي قالوا لهم رح نعمل إعادة تقدير على الشكل التالي: تقدر المباني بمبلغ 1,950,000 في حين أنها ظاهرة في ميزانيتهم 1,500,000، الأساس 450,000 بينما في الميزانية 375,000، بضاعة 925,000 بينما في الميزانية 750,000. تماما بالحق شو مكتوب، هناك ديون عدها معدومة بمقدار 25,000، هي بدها تتخفض من المدينين، ويجب زيادة المخصص إلى 50,000. تشكيل، لاحظوا هون التعبير بهمني، بدنا نزيده ليوصل للـ50. تشكيل مؤونة آجيو بمبلغ 75، لا تلتزم الشركة المساهمة بالأجور المستحقة وتتعهد بباقي الديون. القيود بالنسبة لنا كبداية رح تكون على حالة اللي هي عبارة عن التمييز انه في اسهم عينية واسهم نقدية. طيب هدول الارقام كيف بجيبهم؟ هدول ما بدهم يعني شو ما كانت المعطيات رح نقول من المذكورين: حساب اسهم عينية، حساب اسهم نقدية، الى رأس المال. هلا الاسهم العينية عطوهم للمؤسسين 10,000 سهم بقيمة اسمية 500 ليرة يلي حسبناها، تمام، وهي الأسهم النقدية بقوا 40 لأنه بإجمالي هن 50,000 سهم ضرب أيضا قيمة اسمية 500 ليرة فبيطلع 20,000,000. إجمالي رأس المال أي إلى حساب رأس المال 25,000,000. هذا قيد ما بيتغير مثل ما شفتوا مهما كانت المعطيات. الآن المساهمين العاديين طرحنا لهم الأسهم تبعهم اللي هي بقيمة 20,000,000 عن 40,000 سهم طبعا بشكل دفعة واحدة سددوا، فمنقول من حساب المساهمين إلى حساب الأسهم النقدية، طبعا قايلين لي عادية لأنه في نوع آخر اتفقنا أنه نسميه أسهم ممتازة. إذا هون عملية طرح الأسهم النقدية على الاكتتاب، فمنقول هذا القيد من حساب المساهمين إلى حساب الأسهم النقدية العادية، ثم يتم قبض أو سداد القيمة من حساب المصرف إلى حساب المساهمين. هذا عالجنا فيه الأسهم النقدية. نجي على المؤسسين بنفس الأسلوب، بدي أثبت التعهد من حساب المؤسسين لكن الآن ضفت عليها شركة تضامن مثل ما هم قايلين لي، إلى حساب الأسهم العينية. إجمالي المبلغ المطلوب من هؤلاء المؤسسين هو 5,000,000. نحن دائما بتفرق معنا عملية السداد. الآن لاحظوا هون حطينا قيد من المذكورين إلى المذكورين لهون. طيب حط أنا شو هم أخذوا إعادة
التقدير أو كيف قدروا الموجودات. قالوا لي المباني بدنا ناخذها بمليون وتسعمية وخمسين، الأثاث 450، البضاعة 925، باخذهم بالقيم الجديدة. أوراق القبض ما عليها تعديل 550، المدينون هون بدي وقف. إذا بتتذكروا قبل شوي عرضته بالميزانية هو 450,000. طيب كيف صارت 425؟ حسب معطيات السؤال قالوا لي في عنا ديون معدومة، فهديون معدومة اللي هي قيمتها 25,000 هدول ما في أمل بتحصيلهم، فبالتالي ما فيني ضل مخلايتهم بقلب هدول. يتم استبعاد هذه الديون المعدومة من حساب المدينين لحتى يصير رصيدهم 425,000. إذا هيك تغير معي حساب المدينة. هلأ هذا رح أتركه لأنتقل على الطرف الثاني لأعرف كيف إجا حساب الدائمين. إذا هذول المطالب مثل ما هو ما تغير عليه شيء. مقومة الديون المشكوك فيها كتبوا لي يجب أن تصل إلى مبلغ 50، سجلت لهم إياها وبدهم يشكلوا 75 مقومة آجر. هلأ إجمالي حصة المؤسسين هي 5 مليون، تحطها إلى حساب المؤسسين. لكن نحن بنعرف إنه القيد متوازن، وبالتالي إذا جمعنا هذا الطرف وجمعنا هذا الطرف بنلاقي هدول أكبر، هدول أكبر. فاتفقنا بإنه عندما يكون صافي الموجودات المنتقلة هي أقل من قيمة الأسهم المصدرة، يعني أقل من 5 مليون، هاي يعتبر الفرق شهرة نحل. إذا هذا الفكرة الأولى واللي هي دخول بعض الأشخاص واللي هم بالنسبة لمثالنا هذا هم مؤسسين، دخلوا بكامل الميزانية تبع شركتهم التضامنية. في مبالغ تم تغيير قيمتها حسب ما بدهم ياخدوها. بعد تغيير القيمة والانتباه أن هناك ديون معدومة وبأن المخصص للديون المشكوك فيها بدنا إياه يوصل للخمسين، وبأنه بدهم مقومة آشيو 75، بعد كل هذه المعطيات تبين أن قيمة الأسهم المصدرة هي أكبر من صافي الموجودات المنتقلة، وبالتالي كأني عم أقول هؤلاء المؤسسين رح يدفعوا مبلغ إضافي واللي هو حسب أرقامنا هون 1,075,000 قيمة شهرة المحل تبع هالشركة هاي. هذا بالنسبة لتقديم الموجودة. طبعا في عندي نقطة بشركات الأموال نسميها مصاريف الإصدار. مصاريف الإصدار هي عبارة عن نفقات أو مبالغ بيقولوا إنه نحن رح يكون عندنا تكاليف لإصدار الأسهم مثل طباعتها، دعاية، نشرة الاكتتاب. كل هذه المصاريف نسميها مصاريف إصدار بشركات المساهمة. هالمصاريف الإصدار رح نحملهم للمكتتبين بهذه المصاريف، وعادة بتكون مبلغ ضئيل يضاف إلى قسط الاكتتاب. لكن الفكرة وين؟ بأنه نحن منقدر مثلا أنه مدنا 50 ليرة كمصاريف إصدار عن الأسهم اللي نحن أصدرناها عن كل سهم. هذا بنسميه مصاريف إصدار محصلة، يعني أنه نحن لما نطرح أسهمنا للاكتتاب العام رح نضيف هالمبلغ الصغير ونحصل من المكتسبين. لاحقا بدنا الشركة هي متوقعة أنه بدها 50 ليرة مثلا عن كل سهم، لاحقا بدها هالشركة تدفع مصاريف فعلية نسميها، وبالتالي قد يحصل تفاوت بين مصاريف الإصدار المحصلة عند الاكتتاب واللي هي مثلا قلنا 50 ليرة، وبين مصاريف الإصدار اللي بنسميها فعلية واللي دفعتها الشركة فعلا. فهذا التفاوت بين الاثنين له معالجة محاسبية. بين المحصل وبين الفعلي يتم طبعا عادة نحن كيف بيصير تدفع المصاريف الفعلية وتقفل المحصلة بالفعلية. هذا التفاوت بين الاثنين إما أن يعالج على أنه احتياطي عام
أو أن يعالج مثل ما شايفين مصروف رأس مالي. بالنسبة لنا كنا قبل نعطي أمثلة على كيفية معالجة مصاريف الإصدار، راح أترك هاي الأمثلة للمحاضرة الأخيرة إذا لحقنا أنه نعرضها ونعرضها. لكن نحن في عنا معطيات ثانية أهم لازم نمشي عليها، بس أنا فكرة إذا أريد شو يعني مصاريف إصدار، شو يعني فعلية، شو يعني محصلة، يكون عندكم فكرة عن هذا الموضوع. إذا راح نأجل الحديث بهذا الموضوع شوي. الفكرة أو النوع الثاني الهام بشركات أموال رئيسية إلنا رح، فالعنوان الثاني الرئيسي في شركات الأموال هو عملية تعديل رأس المال في الشركات المساهمة. طبعا هون لاحظوا ما رح يكون في فكرة تعديل رأس المال في الشركات المساهمة، تركيزنا على رأس المال بحد ذاته، هو اسمه شركة مساهمة، يعني رأس المال عبارة عن أسهم حكينا فيها سابقا. ونقطة هامة اللي هي مغايرة عن شركات الأشخاص اللي هي التعديل في أشخاص العقد، إذا تتذكروا هذا الكلام ما بنشوفه بشركات مساهمة، ولأنه قلنا أنها ليست قائمة على الاعتبار الشخصي. وبالتالي بهالفقرة هاي أو بهالعنوان الرئيسي في نقطتين هامتين يتم التطرق إليهم، اللي هن زيادة رأس المال أو تخفيض رأس المال. هن هدول النقطتين اللي راح نحكي عنهم. هلا هذا اللي نسميه تعديل رأس المال، طبعا سواء كانت الزيادة أو يعني التعديل عن طريق الزيادة أو عن طريق التخفيض له أسبابه، إن كان هاي وإن كان هاي، هاي نقطة. النقطة الثانية له طرقه، يعني راح نشوف بالنسبة لنا محاسبيا كيف بيتم معالجة الزيادة على اختلاف أنواعها، وكيف بيتم معالجة التخفيض أيضا على اختلاف أنواعه. رح نحكي بداية بالعنوان الرئيسي الأول واللي هو زيادة رأس المال في الشركات المساهمة. يعني أنا عم أقول شركة مساهمة، لقيت هالشركة عم تربح مثلا من خلال شغلة، عندي خيار بإني أنا أعمل زيادة على رأس المال في الشركات المساهمة. لكن ما هي الطرق يلي ممكن نستخدمها لحتى نحن نعمل هذه الزيادة؟ الطرق اللي نحن رح نتعرض لها هي إما في نزيد رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة. النوع الثاني هو تحويل جزء من الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات إلى رأس المال. النوع الثالث هاد إحنا قلنا كل شيء متعلق بقرض السندات وغيره ما راح نحكي فيه. النوع اللي شايفته أنا آخر شيء اللي هو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أيضا خيار من الخيارات. إذا لزيادة رأس المال في الشركات المساهمة عندي طرق، منها إصدار أسهم جديدة، تحويل جزء من الأرباح المحجوزة أو الاحتياطيات إلى حساب رأس المال، كمان هذا ما في أمثلة عليه بس مشان نعرف كيف، وتحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. رح ناخذ أمثلة عملية على كل من الطرق الواحدة. خليني أغمس نبدأ مع الأبسط، هو زيادة رأس مال الشركة المساهمة عن طريق إصدار أسهم جديدة. هون بدي نبه لعدة نواحي ركزوا معي فيها. بدأت شركة مساهمة عملها برأس مال قدره 5 مليون، إذا رأس المال مقداره 5 مليون موزع على 20,000 سهم. فورا مباشرة بقول القيمة الإسمية للسهم الواحد 250 ليرة. استطاعت أو نجحت الشركة خلال عملها بتكوين احتياطيات 600,000، إذا 5 مليون رأس مالها، احتياطياتها 600,000. ترغب الشركة في زيادة رأس مالها، الملاحظة الهامة جدا هي هون إلى أخطاء طلابنا، هون بتصير بدها تزيد رأس مالها إلى مبلغ 7 ملايين
500,000. إذا كلمة إلى مبلغ يعني بتعني بأنه رأس المال كان 5 مليون، بدي يزيده ليوصل ل7,500,000، أي أن مقدار الزيادة في رأس المال هي 2.5 مليون. هاي الناحية المهمة، لأنه ممكن يكون عندي صيغة عفوا صيغة أخرى واللي هي رأس المال هالقد، نرغب أو ترغب الشركة بزيادة رأس مالها بمبلغ 2.5 مليون. يعني إذا أنا بدي أغير صيغة بهذا المثال بقول رأس المال 5 مليون، ترغب الشركة بزيادة رأس مالها بمبلغ بمبلغ 2.5 مليون، كأني عم أقول إلى مبلغ 7,500,000. هاي الناحية انتبهوا لها. إذا هون بدي انتبه لشو جاي هون. كيف بدهم يزيدوا رأس المال؟ عن طريق إصدار 10,000 سهم، لاحظوا ضرب القيمة الإسمية 250 ليرة، طرحت على الاكتتاب العام وطلبوا القيمة على قسطين متساويين واندفعت بمواعيد الأقساط. هون بدي أقول بأنه أنا هلأ الشركة رأس مالها 5 مليون، طيب شو المساهمين القديمين لما كانوا موجودين بهالشركة لاحظت انه الشركة استطاعت انه تحتجز احتياطيات 600,000. هلا نحن قايلين انه الاحتياطيات هي عبارة عن مبلغ داعم للمركز المالي، معناته هذا اللي هو 600,000 تشكل على دور المساهمين القدامى بنسميهم وقت اللي كان عدد الاسهم 20,000. طيب كتير منيح، نحن هلا بدنا نزيد رأس المال، يعني في ناس رح تدخل جديد. طيب نتيجة دخول هالناس الجديدة واللي هي رح تدخل ويصير إلى نفس الحقوق ونفس الواجبات بالشركة، طيب أنا هيك بكون ظلمت الأشخاص الموجودين سابقا واللي على دورهم تشكل هذا الاحتياطي. فلتحقيق نوع من العدالة بين هذول القدامى وبين الناس يلي دخلت جديد، رح يتم طرح هذه الأسهم بما مترافقة بما يسمى علاوة قسطان، يعني رح نطلب منهم مبلغ إضافي لجماعة الناس اللي هلأ داخلين جديد منسميه علاوة القسطان. إذن هذا مفهوم علاوة القسطان. هلأ نشوف كيف نحسبه. شو طالبين مني هون؟ هدول هذا النوع من الأسئلة كتير مهم. ليش مهم؟ لأنه ببساطة أنا إذا إجاني سؤال من هذا النوع رح شوف إنه عندي عمليات حسابية سهلة وبسيطة ولازم أخذ عليها العلامة. بيطلبوا مني المطلوب تحديد القيمة الحقيقية للسهم، انتبهوا، قبل زيادة رأس المال. هاي واحدة. 2، تحديد علاوة الإصدار المطلوبة، يعني أنا مشان حقق هاي العدالة قديش لازم ضيف كعلاوة إصدار. 3، تحديد القيمة الحسابية للسهم بعد زيادة رأس المال على أساس إصدار الأسهم بعلاوة إصدار، يعني قديش هاي القيمة بتصير بعد ما بزيد رأس المال من خلال إصدار أسهم ومعها علاوة إصدار. آخر شيء طالبين مني إجراء قيود اليومية اللازمة. متى ما حددت هدول القيم وعرفت كيف القيم لازم تكون بتصير عملياتنا لتسجيل قيود سهلة. طبعا اللي شايفينه هون هي عبارة عن قوانين ثابتة تحسب بموجبة المعطيات المطلوبة. هدول من الأسئلة اللي بتورد كتير بالامتحان، على اعتبار مثل ما قلت إنه عملية حسابهم هي عملية رياضية سهلة، لذلك الطالب ممكن ياخد علامته بسهولة. بس دي انتبه شو المطلوب. القيمة الحقيقية للسهم قبل زيادة رأس المال، يعني قديش قيمته فعلا لهذا السهم، مو القيمة الاسمية الحقيقية. الاسمية عرفناها 250 ليرة بقدر بوصلها بشكل بسيط. الآن القيمة الحقيقية هي عبارة عن رأس المال زائد الاحتياطيات
مقسومة على عدد الأسهم قبل الزيادة، طبعا أكيد. رأس مال الشركة 5 مليون، حققت احتياطيات 600 ألف، كان عدد الأسهم وقتها 20 ألف سهم، تطلع القيمة الحقيقية للسهم 280 ليرة. لاحظوا هي حقيقية، يعني الآن قيمة السهم الحقيقية هي 280 ليرة. طيب كيف أنا بدي أصدر لهم أسهم لجماعة الداخلين الجديد بقيمة أقل من هاي القيمة؟ هذا الحكي ممكن أنه ينظلموا هدول الناس، لذلك في شيء اسمه علاوة الإصدار. كيفية حساب علاوة الإصدار المطلوبة هي عبارة عن القيمة الحقيقية للسهم قبل زيادة رأس المال اللي هلا أنا حسبتها، ناقص القيمة الإسمية، هاي بعرفها هلا حسبتها وهي أيضا بعرفها. فبالتالي 280 ليرة للسهم هي قيمة حقيقية، بطرح منها القيمة الإسمية 250 ليرة، بيطلع لازم أصدر هاي الأسهم مضاف إليها ل 30 ليرة. الآن صار واضح تماما انه حتى احقق العدالة لازم نضيف ما يسمى علاوة اصدار على القيمة الاسمية لحقق هاي العدالة. الطلب الثالث عايلي بدي القيمة الحسابية للسهم بعد زيادة رأس المال، لاحظوا، على اساس الاصدار الجديد اللي فيه علاوة اصدار. فهلا شو بعمل؟ هذا ايضا له قانون ثابت بيشتغل على اساسه، 5 مليون رأس المال مع الاحتياطيات صاروا 5 ملايين و600 ألف، زائد قديش بدنا نزيد، يعني لوين بدنا نوصل برأس المال؟ قلنا بدنا نوصل من 5 مليون ل7 مليون و500، اي بزيادة مقدارة 1.5 مليون، وبالتالي تحقيق رأس المال قبل ما نزيد قبل الزيادة. وما هو مقدار الزيادة؟ مضافا لكل هالكلام علاوة الإصدار. نحن قلنا انه راح نصدر 10 آلاف سهم، حسبنا انه لازم نضيف عليهم 30 ليرة، فبيطلعوا علاوة الإصدار 300 ألف، هاي بالنسبة للبسط. اما المقام، طبعا هون في صفر زيادة، المقام هو عبارة عن عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال. أول شيء كان عنا 20 ألف سهم، قالوا رح نعمل إصدار جديد ب10 آلاف سهم. الآن أصبح إجمالي عدد الأسهم في رأس المال 30 ألف سهم، فإذا جمعنا هدول قسمنا على 30 ألف بيطلع معي القيمة الحسابية. والملاحظة هون بأنه الآن وفق هذه المعطيات أصبحت القيمة الحسابية بعد زيادة رأس المال وعلى أساس علاوة الإصدار هي مساوية للقيمة الحقيقية قبل زيادة رأس المال، وهذا الشيء المنطق اللي أنا عم بحكي عنه حتى أكون بالضبط حققت عدالة بين الناس يلي هن قديمين وبين الناس يلي دخلوا جديد. أما بالنسبة للقيود فاللي بنعرفه نحنا ما تغير، رح نضيف عليه فكرة هي من المذكورين، بس هون ما في تمييز بين النقدية وعينية، لا رجعنا على الفكرة السابقة. كان عندي الفكرة السابقة أيضا ما كان في مؤسسين، فمنقول حساب المساهمين قسط اكتتاب، حساب المساهمين قسط ثاني اللي بنعرفه كان إلى حساب رأس المال. أما هون رح نضيف عليهم فكرة واللي هي حساب المساهمين قسط اكتتاب. هلا قسط الاكتتاب وقسط الثاني بعضهم، يعني 125 125، نحن هلا عم نصدر 10 آلاف سهم، لكن اتفقنا حتى حق العدالة رح أقول 10 آلاف سهم. أنا هلا عم أقول منين إجا هذا الرقم، طبعا عمليا هون لازم يطلع 1,250,000. كيف صاروا 1,550,000؟ عبارة عن 10 آلاف سهم بقسط الاكتتاب 125 ليرة، لكن ضفت عليهم
حلاوه الاصدار اللي انا كنت عم بحكي عنها قبل شوي، واللي هي عباره عن 10,000 سهم مضروبه لعلاوه الاصدار اللي انا هلا حسبتها، واللي هي الفرق بين القيمه الحقيقيه قبل زياده راس المال وبين القيمه الاسميه، طلع معنا 30 ليره. معنات كلامي بانه عند الاكتتاب الناس اللي رح تيجي تكتتب جديد رح تدفع القسط المطلوب منها، لكن بدنا نقول لهم انه كمان بدنا منكم 30 ليره عن كل سهم رح تكتتبوا فيه اللي هو علاوه اصدار. فاصبح الان المبلغ الاجمالي المطلوب عند قسط الاكتتاب هو عباره عن 10,125 ليره وال 10,030 ليره، فبيصبح المطلوب 1,550,000. هذا الرقم هيك اجى. حساب المتاهنين القسط الثاني ما عندنا مشكلة فيه، اللي هو عبارة عن 10,000 سهم ب 125 ليرة، لكن بدي أوضح إنه أنا رأس المال بدي زيده ليوصل لل 7.5، قلنا زيادة بمقدار 1,500,000. هذا هون تظهر معي واضحة تماما علاوة الإصدار اللي نحن أخذناها، واللي هي عبارة عن 10,000 سهم، نحن بنعرف القيد متوازن أكيد، بس 30 ليرة عن السهم الواحد بيطلعوا 300,000، واللي هي ضمنا موجودة بقلب هذا المبلغ. هيك منعالج علاوة الإصدار ومنحسبها. كيف القوانين هاي كتير مهمة حتى أعرف ميز أو أحسب القيم المختلفة للسهم. طبعا سابقا الفصل الماضي كان نعطي معلومات أوسع بكتير عن هذا الموضوع، لذلك الطلاب الحملة نحن رح نكتفي فقط بالمثال الموجود عنا هون واللي حكينا عنه اليوم بموضوع القيم. يعني كنت أعطي حساب عدة قيم، يعني قيم كتير وحق الأفضلية وإلى ما هنالك، فأنا هذا الفصل أخفف عنكم واكتفي بهذا المثال والقوانين الواردة فيه. الآن طبعا المثال مع قيوده أكيد. نجي بقى على عملية القبض. طبعا متى ما حسبت قيم الأسهم هون بيصير عملية قبض المبالغ عملية روتينية من حساب المصرف إلى حساب المساهمين. قسط اكتتاب واللي هن هدول، واللي هن عبارة عن 10,000 سهم بقيمة قسط الاكتتاب مضافا إليهم علاوة الإصدار. أما القسط الثاني من حساب المصرف إلى حساب المساهمين، القسط الثاني ما عندنا مشكلة فيه. طبعا أنا ما شايفة حدا حضور ولا أي طالب. النوع الثاني من التعديل في أسهم رأس المال هو عن طريق التحويل. كيف يعني التحويل؟ بشركات المساهمة في نوعين من الأسهم، هذا إذا قلنا حسب الامتياز. إذا بتذكروا قسمناهم على معايير ثلاثة، أحد المعايير هو التمييز بين أسهم ممتازة وأسهم عادية. إذا كمان بتتذكروا قلت بأنه هاي تفرق عن هاي بأنه هدول إلهم بعض الميزات يلي ما بياخذوها حملة الأسهم العادية، لهيك بنسميهم أسهم ممتازة. رح نحكي عن الامتيازات بآخر محاضرة، لكن الآن الفكرة بس بدي أقول بأنه إذا كان بالشركة المساهمة نوعين من الأسهم، أسهم ممتازة وأسهم عادية، تمام؟ ممكن أنا استخدم عملية تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية لحتى زيد فيها رأس المال، تمام؟ طبعاً رح يكون الفكرة أيضاً أساسها إنه يكون في أساس للتحويل. كيف يعني؟ رح شوف هذا المثال. إذا افترضنا إنه عندي الكتلة اللي ظاهرة أمامي هون هي كتلة متعلقة بحقوق المساهمين بإحدى الشركات المساهمة. كيف كانت هالكتلة؟ طبعا هي تظهر في الميزانية مثل ما بنعرف، كتلة حقوق الملكية. ب31/12 كانت هالشركة عندها 5,000 سهم ممتاز بقيمة اسمية 200 ليرة. هاد ضرب هاد، لأن هون صارت الأمور ممكن تنعطى بشكل التالي. إذا لحساب قيمة رأس مال الشركة عن طريق الأسهم الممتازة 5,000 سهم 200 ليرة، عندهم 1,000,000 ليرة أسهم ممتازة.
علاوة إصدارهم لهالأسهم هي 20 ليرة، وبالتالي إجمالي مبلغ علاوة الإصدار هو 5000 ب20 ليرة، يعني 100,000 ليرة. أيضا كان عندهم نوع ثاني من الأسهم، 50,000 سهم عادي بقيمة اسمية 50 ليرة، إجمالي رأس المال 2.5 مليون عن طريق الأسهم العادية. أيضا الأسهم العادية كان إلها علاوة إصدار 10 ليرات عن كل سهم، 50,000 ب10 ليرات بيطلعوا 500,000. انتبهوا لي هون على الفكرة هاي، إنه عندهم أرباح محتجزة. إذا حققوا أرباح محتجزة 1 مليون ليرة. هلا هاي الشركة بدها تزيد رأس مالها، ولكن كيف؟ ما بدها تصدر أسهم جديدة. شو بيعملوا؟ إحدى الخيارات المتاحة هي إنه اللي عندهم أسهم ممتازة 5000 بيقدروا يحولوا جزء من هالأسهم الممتازة ليصير شكلها أسهم عادية. طبعا هون عملية التحويل، هذا يعني العدد اللي بيختاره كعدد أسهم لحوله من الممتاز للعادي يصبح أصحابه بدون هاي الامتيازات، هي الفكرة. طيب هون بدي اياكم تركزوا لما بيكون في مثال من هذا النوع أو سؤال من هذا النوع على كيفية أساس التحويل. كيف يعني؟ رح نفترض أن شروط إصدار الأسهم الممتازة أن حاملها حق تحويلها، لاحظوا هون هذا نوع من أنواع الامتيازات، واللي هو أنه على فك الأسهم الممتازة بيكون مكتوب بأنه يحق لحامل هذا السهم تحويله من الشكل الممتاز إلى الأسهم العادية. هاي أول امتياز أخذنا فكرة عنه. وبالتالي إذا كان هذا الأمر موجود واعتبروا أنه أساس التحويل على الشكل التالي، كل واحد سهم ممتاز بقدر حوله حسب هذا الأساس التحويل هذا إلى 4 أسهم عادية. إذا بحل كل سهم ممتاز يطلع إقباله 4 أسهم عادية، هيك بيكونوا حطوا أساس التحويل. يعني كل واحد عنده سهم ممتاز بياخد بدالهم 4 عاديات. وفي 31/12 تم تحويل كم سهم بدهم يحولوا؟ 1000 سهم ممتاز إلى عادي، من ممتاز إلى عادي 1000 سهم. طيب إذا أساس التحويل على هذا الشكل معناته الألف سهم ممتاز رح يصيروا 4000 سهم عادي. هي أساس التحويل اللي افترضوا لي بهالفقرة هاي. ملاحظة هامة، إذا تغير أساس التحويل مثل ما رح نشوف في شغلات رح تتغير. طيب خليني أقول إنه المطلوب معالجة البيانات السابقة وإثبات قيود اليومية. هون في عمليات حسابية رح أعملها قبل ما بلش حط القيود المحاسبية. متى ما فهمتها بقدر حط القيود ببساطة. هلا الفكرة هي هون بأنه المبلغ المسدد أصلا، أنا بدي أرجع لأساس بقى العمليات وشو المبالغ. لما اقتنينا هالألف سهم اللي هن بدهم هلا يحولوهم من الممتاز إلى العادي، المبلغ المسدد عند شراء الأسهم الممتازة هذول الألف، طبعا كل شغلي على اللي بدي حوله، الألف الممتازة كان عبارة عن 220,000. منين إجوا؟ أنا بدي حول 1000 سهم. طيب القيمة الإسمية للسهم الممتاز 200 ليرة، تمام؟ وبالتالي يعني 200,000 ليرة. هي أول نقطة. طيب بس منين إجت العشرين؟ العشرين على الإصدار. أيضا عندي 1000 سهم، لأنه أنا لما بدي حول، انتبهوا على الملاحظة،
لما بدي احول هدول الممتازين للعاديين في شيء اسمه علاوه اصدار بدها تدخل بالموضوع هذا. السبب انه هن بالاساس لما طرحوا الاسهم الممتازه طرحوها مع علاوه اصدار، فبالتالي راح تتحول الاسهم الممتازه بقيمتها الاسميه وبعلاوه اصدارها. هاي هي الفكره اللي انا بدي اوضحها. فبالتالي المبلغ المدفوع لقاء اقتناء هدول الالف سهم الممتازين هن عبارة عن 220 ألف. صرنا نعرف من اجى هذا الرقم. طيب والقيمة الاسمية، انتبهوا، القيمة الاسمية للاسهم المصدرة نتيجة التحويل هي عبارة عن، نحن قلنا اساس التحويل كل الف رح يطلع قبالهم 4000 عادي. طيب قد ايه قيمتهم الاسمية للسهم الواحد حسب معطيات السؤال؟ 50 ليرة. فأربعة آلاف سهم بخمسين بيطلعوا 200 ألف ليرة. وبالتالي عندما تم اختيار أساس التحويل هذا واضح تماما بأن الأسهم الممتازة تكلفة اقتنائها 220، نتيجة التحويل القيمة الإسمية، ركزوا هون، الإسمية للأسهم العادية 200 ألف، والفرق بيناتهم هو علاوة الإصدار اللي أنا واضح تماما إنها هي 20 ألف. هلا لما بنحكي عن القيد بتوضح أكثر شو الكلام. القيد هو مركب من الطرفين، واللي هو عبارة عن، طالما عم قول بدي شيل ألف سهم من رأس المال كأسهم ممتازة، معناته راح خفض، شوفوا هون، من حساب رأس المال أسهم ممتازة قد ايه بدنا نحول؟ 1000. القيمة الاسمية للسهم الممتاز 200 ليرة، إذا 200 ألف. بس لاحظوا هون عملية التحويل وأساس التحويل اللي هم آخذينه، واضح تماما إنه رأس المال أسهم ممتازة قد رأس المال العادي بده يصير 4050. لذلك علاوة الإصدار أيضا، مو نحن حولنا 1000 سهم، الألف اللي حولت بدها تاخذ معها علاوة الإصدار تبعها، واللي هي عبارة عن أيضا 1000 ب20 بيطلعوا 20 ألف. فبالتالي يتم تحويل أسهم الممتازة إلى عادية، وكذلك علاوة إصدار هذه الأسهم الممتازة لتصبح علاوة إصدار أسهم عادية. هذا أول خيار، وأساس التحويل 1 لـ4. طيب إذا غيرنا أساس التحويل شو راح يتغير؟ إذا افترضنا أن شروط التحويل في المثال السابق تنص، الآن في فكرة راح تتغير بشكل جذري. التحويل راح يصير 1 سهم ممتاز مقابله 5 عادي. طيب القيمة نفس العمليات الحسابية، بس شوفوا شو اللي رح يتغير. القيمة المسددة عند اقتناء هالألف سهم اللي بدنا نحولهم، يعني هلأ هون أنا كأني عم أقول الألف سهم اللي هن اختاروا يحولوها مقابلهم رح يكون في 5000 عادي. هذا أساس تحويل جديد. طيب القيمة المسددة عند اقتناء هالألف سهم، ما تغير الرقم، هن عبارة عن 1200 قيمة اسمية و1020 علاوة إصدار، يعني 220 ألف. لكن الآن القيمة الاسمية للأسهم العادية اللي هي مصدرة نتيجة التغيير أو التحويل صارت مو 4000، صار أساس التحويل مقابل كل 1000 سهم ممتاز بيطلع 5000 سهم عادي بالقيمة الإسمية، ما تغيرت، 50 ليرة. فبالتالي أصبح الآن قيمة رأس المال المحول 250 ألف. فأنا إذا بدي أخذ القيم، بدي لاحظ إنه قبل شوي إذا حسبنا علاوة الإصدار تبع الأسهم الممتازة طلعت معي 20 ألف، بينما الآن من 200 ألف ليصيروا 250 ألف بفرق 50. طيب نحن قلنا الأسهم الممتازة لما بتتحول بتتحول معها علاوة الإصدار تبعها. طيب علاوة الإصدار عن 1000 سهم هي 20 ألف،
كيف بدي غطي الفرق؟ إجمالي الفرق بين رأس المال لما كان شكله ممتاز لما صار عادي هن 50,000 الفرق. نحن عم ناخد بدون علاوة الإصدار. طيب علاوة الإصدار اللي ممكن تتحول مع هدول 200,000 هي فقط 20,000. طيب ما بتغطي لي الفرق، لذلك يتم أخذ الفرق اللي هو ناقصني 30,000 لأن الإجمالي الفرق 50، معي منهم علاوة إصدار 20,000 ما بقدر أرفعها أكثر من هيك، هن 1,000 بـ20، فبالتالي بينقصني 30,000. لذلك يتم تحميل حساب الأرباح المحتجزة أو استخدام جزء من الأرباح المحتجزة لتغطية هذا الفرق الناجم عن التحويل. فبتشوفوا هون هي أهمية استخدام الأرباح المحتجزة. إذا الفرق بين المثال هذا بين اللي صار هون واللي صار قبل شوي هو إنه نتيجة تغيير أساس التحويل صرنا بحاجة إلى استخدام جزء من الأرباح المحتجزة لحتى تغطي هالفارق في رأس المال أو نتيجة التحويل. طبعا هذا فيما يخص زيادة رأس المال. أما إذا بدي أحكي عن الحالة المعاكسة تماما واللي هي تخفيض رأس المال، طبعا هون ذاكرين لي ليش أنا بعمل تخفيض في رأس المال. بعمل تخفيض إذا شفت بأنه في عندي زيادة عن الحاجة، يعني أنا قايلة بدي رأس مال هالقد لقيته أنه فائض زيادة وأنا ما عم حقق كل هالقد أرباح، فيتم اللجوء إلى تخفيض رأس المال. أيضا أحد أسباب تخفيض رأس المال هو تحقيق خسائر متوالية وكبيرة، من الصعب أنه أنا أرجع أعوض هاي الخسارة، فبالتالي يتم تخفيض رأس المال. أيضا أحد الأسباب هو تدني قيمة الموجودات اللي هي تبع الشركة، فأيضا يتم اللجوء إلى التخفيض. لاحظوا هذول أسباب التخفيض. أنا بهمني أكثر محاسبيا كيف بيتم أو ما هي الطرق المستخدمة لتخفيض رأس المال. أول طريقة ممكن تكون هي عدم مطالبة المساهمين بدفع الأقساط المستحقة عليهم عندما يكون رأس المال غير مسدد بالكامل أو بشكل ضمني، يعني أنه مطلوب على أقساط. طبعا كل واحدة هلا نشوفك عليها مثال، ولكن الفكرة هي كيف؟ بأنه أنا مفترضة بدي قيمة اسمية للسهم على 3 أقساط. طيب لقيت حالي أخذت أول قسط وأخذت ثاني قسط، ما حد في داعي أنه أنا أخذ قسط ثالث، فبستخدم هاي العملية لتخفيض رأس المال. هاي الفكرة منها بشكل نظري، هلأ نشوفها بالأرقام. أيضا النوع الثاني من عملية التخفيض هو تخفيض القيمة الإسمية للسهم، وبشكل تلقائي عندما يتم تخفيض القيمة الإسمية رح يتخفض رأس المال. خيار آخر هو إنقاص عدد الأسهم. طبعا كل واحدة منهم لها معالجة محاسبية والموضوع بسيط جدا، يعني العناوين عم تكون أكبر من المحتوى اللي أنا ممكن أتعامل معه. أول عملية تخفيض هي من خلال عدم مطالبة المساهمين بدفع الأقساط المستحقة عليهم، وحكما بده يكون القسط أو القيمة الإسمية مطلوبة على أقساط. كيف بيجيني نفس السؤال؟ في 1/1/2006 عندنا شركة مساهمة برأس مال قدره 5 ملايين، عبارة عن 10,000 سهم، قيمة اسمية 500 ليرة، تدفع على 3 أقساط. أول أو اللي نسميه اكتتاب، انتبهوا على هاي النقطة، أول أو نسميه اكتتاب. قسط ثاني 150 ليرة، قسط ثالث 100 ليرة. بتاريخ 1/12 يعني قبل هاد قررت الشركة، لاحظوا هذا القسط الثالث قبله، قررت الشركة تخفيض رأس المال. كيف؟ عن طريق إلغاء القسط الثالث واستبدال الصكوك بصكوك معدلة. الفكرة من هاي الجملة إنه أنا عفتك تكون كاتبة هاي التفاصيل.
طالما الشركة قالت أنا بدي خفض رأس المال وإلغي هذا القسط، معناته راح تطلع صكوك جديدة ما فيها غير هدول القسطين. هي كل الفكرة. المطلوب إجراء قيود العمليات السابقة. بروح أنا لشوف. طبعا هذا القيد التأسيسي الأول اللي هو عبارة عن من المذكورين حساب المساهمين، قسط اكتتاب، لاحظتم هون مكتوب أول، هون اكتتاب نفسه، حساب المساهمين قسط ثاني، حساب المساهمين قسط ثالث، وصرنا بنعرف تماما كيف نحسبهم. ناخذ عدد الأسهم بالقسط المطلوب، هذا عدد الأسهم ب 250، بيطلع مليونين ونص، مليون ونص، مليون، وإجمالي رأس المال 5 مليون. الآن أول قسط اكتتاب قبضناه، ما عندنا مشكلة، من حساب المصرف إلى حساب المساهمين قسط اكتتاب. أيضا القسط الثاني تم قبضه وما كان في مشكلة. الفكرة هي إنه ارتأت الشركة تخفيض رأس المال بمقدار القسط الثالث. فنحن لو كنا قابضينه بشكل طبيعي كنا راح نقول من حساب المصرف إلى حساب المساهمين قسط ثالث. الخيار اللي أخذوه هو التخفيض، دائما تخفيض رأس المال، دائما تخفيض رأس المال بيكون طرفه من حساب رأس المال، لأنه حساب من طبيعة دائنة وعملية تخفيضه بتتم بالطرف المدين. لذلك بنقول بالتخفيض من حساب رأس المال إلى حساب المساهمين قسط ثالث، والمبلغ اللي هو مطلوب كقسط ثالث 1 مليون ليرة، ما بقى بدنا إياه، بنخفض رأس المال بمقداره. هاي أبسط أنواع تخفيض رأس المال. النوع الثاني اللي ممكن أيضا استخدمه هو عبارة عن طريقة أيضا لتخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية. القيمة الاسمية كمان الموضوع كتير بسيط. لاحظوا، تأسست شركة مساهمة برأس مال قدره 1 مليون، موزع على 5000 سهم، القيمة الاسمية 400 ليرة. بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة، طبعا الأسباب بالنسبة لنا في المعالجة المحاسبية هي فقط للإيضاح، أنا بهمني شو بدي خفض وشو الطريقة المستخدمة للتخفيض. كمحاسبين هيك منفكر. الأسباب أسباب، ما عندنا مشكلة. بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة قررت الشركة تخفيض رأس المال. برجع بركز على الملاحظة، تخفيض رأس المال إلى مبلغ 1.5 مليون. كان 2 مليون، الدنيا يوصل للمليون ونص. هون كأني عم أقول ضمنا بدي نزل رأس المال 500 ألف. انتبهوا على هاي الملاحظة. كيف؟ عن طريق تخفيض القيمة الإسمية. هن قيمة الإسمية 400، رح تصير 300، وتسديد الفرق إلى المساهمين عن طريق المصرف. هون قيد التأسيس مكتوب وكل التفاصيل مكتوبة، أنا عم ركز على قيود التخفيض من حساب رأس المال إلى حساب المساهمين، وقيمة التخفيض هو من 2 مليون سنوصل ل1.5 مليون، أي بمقدار 500 ألف. فبقول من حساب رأس المال إلى المساهمين 500 ألف، حسب ما قالوا لي رجعي هال500 ألف للمساهمين. فمنقول من حساب المساهمين إلى حساب المصرف، واللي هو رجعنا لهم هال500 ألف. لاحظوا قديش العملية بسيطة. حتى لو كانت الطرق المختلفة، أنا في أرقام معينة بحسبها وبخفض على أساسها. هذا بالنسبة لعملية تخفيض عن طريق تخفيض القيمة الإسمية. في عندي أيضا قلنا الأسباب، يعني هي بس للتوضيح، وإنما بهمني كيف بدي وصل لعملية التخفيض. الآن السبب الرئيسي تحقيق خسائر كبيرة. طيب حتى لو كان هيك السبب، كيف بتكون تخفضه؟ قررت إحدى الشركات المساهمة واللي رأس مالها 3 مليون موزع ل10,000 سهم أنها بدها تخفض إلى مبلغ 1.5 مليون، يعني بمقدار 500 ألف. لكن الآن دائما مثل أي معطيات حكينا عليها سابقا، دوما نلحق المكتوب.
هذا الكلام عملوه بسبب وجود خسائر متراكمة بلغت 480 ألف، يعني كل ما خسائر عم بتزيد تزيد حتى صارت 480 ألف. كيف بدهم الطريقة؟ أول شيء أنا بهمني أعرف مقدار التخفيض اللي هو 500 ليرة، عفوا 500 ألف ليرة، على أن يحجز الفرق بين الخسارة ومقدار التخفيض. شوفوا كثير بسيط الكلام، أنا بشوفه هيك فكر أنه صعب الحل. على أن يحجز الفرق بين الخسارة واللي هي 480 ألف وبين مقدار التخفيض. شوفوا الفرق بين هدول التنتين، شوف الدنيا حطوه باحتياطي خاص. هلا هون بشكل تلقائي حتى لو ما قالوا لي هاي العبارة، وإنما رح تنخفض القيمة الإسمية للسهم من هون من 3 مليون، إذا قسمناها على 10 آلاف بتصير 2.5 مليون على 10 آلاف، بدها تنزل من 300 ل 250. طيب تعالوا نشوف هذا قيد وحيد ما في غيره، رح نقول من حساب رأس المال. هلا مقدار التخفيض اللي بدهم يخفضوا فيه 500 ألف، منين جبنا؟ من 3 مليون، بدهم يوصلوا للمليونين ونص، يعني نقصان بمقدار 500 ألف. حسب معطيات السؤال قالوا لي غطي الخسارة، فبالتالي إلى حساب أرباح وخسائر بدي غطي هاي الخسارة، ويحجز الفرق بين مقدار الخسائر الحاصلة ومقدار التخفيض بحساب اسمه احتياطي خاص واللي هو 500 ألف ناقص 480، بدل عنا 20 قالوا لي حطيها بألف ما يسمى احتياطي خاص. شوفوا قديه بسيط الحل تجاه النص. فبشكل تلقائي أيضا تخفضت القيمة الإسمية من 300 ليرة للسهم الواحد إلى 250 ليرة. هذا فيما يخص عملية التخفيض بسبب تدني، أو عفوا بسبب وجود خسائر متراكمة. فلاحظوا حسب شو بيقولوا لي بيشتغل. أيضا سبب من أسباب التخفيض لنا هو أنه عم تتدنى قيمة الموجودات في الشركة. طيب أنا بهالحالة بكل سهولة رح روح شوف ميزانيتهم كيف كانت، ورح شوف انه في عندي انخفاض او هبوط بقيم بعض الموجودات. فهون رح ايضا نشوف مثال فيما يلي: ميزانية احدى الشركات المساهمة كان عندهم مباني مليون، آلات مليون و400، ركزوا على الارقام، اساس 400، بضاعة مليون، مدينون 800، مصرف وخسائر 500 ألف. ركزوا على الخسائر. نجي لهم رأس مالهم 5 مليون، عبارة عن 10 آلاف سهم، قيمة اسمية 500 ليرة، دائنون أو دائنين 300 ألف، وأوراق دفع 200 ألف. هاتوا لنشوف شو اللي هن بدهم نحل على أساسه. هلا كان عندهم أو قررت الهيئة العامة للمساهمين تخفيض رأس المال. كيف؟ عن طريق تخفيض القيمة الإسمية، ولكن أيضا كيف؟ كان عندهم إعادة تقدير. شوفوا الآلات 1.1 مليون كانت 1.4 مليون، المباني 900 أيضا خفضت، الأثاث 240 ألف أيضا انخفاض، و800 ألف البضاعة أيضا انخفاض. هي واحدة. اثنين، وجود دين على الشركة غير مسجل، يعني في دين إسا دين، يعني دائنون بمبلغ 100 ألف، أيضا بدهم تشكيل مؤونة 140 ألف، بدهم الخسائر الواردة بالميزانية واللي هي 500 ألف أيضا بدنا نشيلها بعملية التخفيض. بمعنى كل هاي المعطيات رح نستخدمها حتى نعمل تخفيض لرأس المال. طالبين مني القيود اليومية لإثبات التخفيض والميزانية بعد التخفيض لتشوفوا بأنه تنحط القيم الجديدة. هون تماما رح استخدم وكأنه عم يقولوا لي
شوفي شو انعاد تقديره، شو زاد علينا ديون وكيف شكلنا وشو في خسائر، واستخدمي حساب إعادة التقدير. فمنلاحظ بهالحالة إن ما عطوني قديش بدي خفض. انتبهوا هون، انتبهوا على المثال. كل الأمثلة الواردة قبل شوي حطيت هل قد رأس المال بدي انزل لهم، أما بهذا المثال ما عطوني مقدار التخفيض، وبالتالي مقدار التخفيض أنا رح أوصل له من خلال إعادة التقدير. شوفوا إعادة التقدير الحاصلة هون، كل القيم المعاد تقديرها كان فيها تخفيض. على سبيل المثال رح أخذ واحد والبقية مثله. شوفوا مثلا الآلات كانت 1,400,000، قدي قدروها 1,100,000 بمقدار انخفاض 300,000 لك وين. فمنحط طبعا كلهم فيهم انخفاض من حساب إعادة التقدير إلى المذكورين. الحاصل عليهم انخفاض في القيمة، عندي الآلات 300,000 بنفس الأسلوب اللي قارنت فيه هلا قبل شوي، مباني 100,000، أيضا الأثاث 160,000، 200,000 بضاعة كله خسران، بده يشكلوا مؤونة 140، وزادت الديون 100,000. شايفين هون؟ فشوفوا شرح القيد بيوضح لي شو اللي صار. إثبات النقص في قيمة الموجودات والزيادة في قيمة المطالب، يعني هذا كمان مبلغ أنا انضاف كعبء علي. فبالتالي من حساب إعادة التقدير ذكرنا أنه دائما إذا في انخفاض بالقيمة بيكون طرف القيد من حساب إعادة التقدير إلى المذكورين حسب شو صار انخفاض. كل واحدة فيها وبدهم مؤونة 140 وزادوا الدائنين 100، إجمالي المبالغ 1,000,000. فبالتالي ضمن أنا عم يقولوا لي رح يتخفض لحد الآن رأس المال بمقدار 1,000,000. لكن أيضا في فكرة كانت واردة بآخر نص السؤال إنه كمان عالجوا الخسائر الواردة في الميزانية. الخسارة الواردة في الميزانية كانت 500,000، هذا يعني وبشكل ضمني إنه مبلغ التخفيض هو عبارة عن 1,000,000، يعني ما عطوني اياه صراحة، أنا بدي أوصل له عن طريق إعادة تقدير خسرنا 1,000,000، وبدي أقفل الخسائر الموجودة بالميزانية 500,000، وكأنه عم يقولوا لي خفضي رأس المال 1,500,000. لهون يعني هي الفكرة بدي أوصل له. من حساب رأس المال 1,500,000، واللي هو 1,000,000 عن طريق إعادة تقدير، و500,000 اللي هو إلى حساب أرباح وخسائر، واللي هي خسائر واردة في الميزانية، المطلوب تخفيض رأس المال بمقدار ما أعيد تقديره مضافا إليه الخسائر الواردة في الميزانية. فبالتالي مبلغ التخفيض أنا اكتشفته واللي هو 1,500,000، فبكتب قيد من حساب رأس المال إلى المذكورين، بقفل إعادة التقدير، بقفل الخسائر الواردة في الميزانية، هنن هيك طلبوا بنص السؤال. هذا فيما يخص أيضا تخفيض هاي الميزانية اللي هن بدهم إياها بعد عملية التخفيض. فلاحظوا هون حكما رأس المال هو كان 5,000,000، صح؟ لكن ما قالوا لي لوين بدي أوصل، قالوا لي استخدمي إعادة التقدير وخفضي فيها، طلعت 1,000,000، وأيضا اقفلي الخسائر اللي هي 500,000، أصبح رأس المال الآن 3,500,000، واللي هو عبارة عن 10,000 سهم، هذول ما تغيروا، واللي تغير القيمة الإسمية، بدل من 500 صارت حكما 350 ليرة. المباني أخذناها بالقيمة الجديدة، والآلات كذلك، والأثاث كذلك، البضاعة، المدينون ننتبه أنه يطرح منه مخصص ديون، أموال جاهزة هي طبعا هون ما أنا أموال جاهزة، هم حطوا عنوان عريض شيلوا هاي مباشرة، فيني حط المصرف بدون ما حط هذا العنوان، بدي شير للدائنين كانوا 300 صاروا 400. فإذا شغلي صح حكم الميزانية متوازنة. ملاحظة أخيرة بهي المحاضرة بدي تنتبهوا بأنه
نوع الأسئلة الوارد فيما يخص هيك فقرات؟ قد يكون مثلا على سبيل المثال: بكم يظهر حساب المدني في الميزانية بعد تخفيض رأس المال؟ تدفع معي ال900. بكم تظهر، يعني هدول الأسئلة هدول المفروض يكونوا سهلين. أنا عم أقول مثلا المباني كانت أو الآلات كانت 1,400,000، أعيد تقديرها 1,100,000. طيب قديه بدها تظهر؟ تظهر ب1,100,000. فهدول طبعا هذا الحكي بالميزانية بعد التخفيض. كم يبلغ رأس المال بعد التخفيض؟ كم يبلغ رصيد حساب البضاعة؟ كم يبلغ رصيد المدينون؟ هون انتبهوا، الرصيد المدينون بدكم تاخذوا مدينون ناقص المخصص للديون المشكوك فيها اللي هن طالبينه، فبيطلع الرصيد تكون عم بسأل عن هذا الرقم. مثلا الدائنون كانوا 300، زادوا 100 صاروا 400. كم يظهر رصيد الدائنين او الدائنون في الميزانية بعد التخفيض؟ طب هدول ارقام جاهزة ما بدهم شغل، يعني واضحين تماما. هاي بعض الاسئلة اللي ممكن تورد فيما يخص هذا الموضوع. طبعا نحن لحد هون راح نوقف محاضرتنا. اللي بدي اقوله انه نحن باقي لنا محاضرة واحدة، فعم نفكر بكرة الساعة 10 بيكون حكما ان شاء الله اجى النت، الساعة 10 بيكون دخلوا طبعا طلابنا على الامتحانات، وبالتالي على 10 بيكون جاي الانترنت. فغالبا بكرة موعد محاضرتنا الأخيرة واللي فيها رح نحكي عن فقط باقي الفقرة الأخيرة واللي هي عم تحكي عن أنواع الأسهم. موضوع بكرة الساعة 10 بكون الأحد 23 الشهر. هلأ المهم بالموضوع أنه إذا في حدا عم يسمعني رح ثبت بإيميل ببعث لكم إياه المسا إن شاء الله، على أنه أكيد بكرة الساعة 10 محاضرتنا وهي المحاضرة الأخيرة.